مساء الخير جميعا. قدي حلو واحد يكون واقف مطرح ما وقفوا ثوار الحرية والسيادة والاستقلال ب 14 أدار. هيدا البلد رح يضل ينده حرية وسيادة واستقلال، رح يضل ينده للفن والثقافة والإبداع، وأيضا رح يضل منارة بالسياسة والدبلوماسية بالعالم. بيسعدني الليلة إني أكون مشارك بتكريم سفيرة حملت لقب السفيرة الأولى في لبنان. مساء الخير لمكرمتنا المميزة هذه الليلة، أقول سفيرة فوق العادة، امرأة لم تسلك الدروب المعتادة، لم تكتفي بمزاولة مهنتها الدبلوماسية، لم تسكر كونها أول امرأة تعين سفيرة للبنان، بل ثمرت وزناتها العشر دولياً، فطالبت بتحرير المرأة، وطالبت بتمكين المرأة العربية، وطالبت بحماية البيئة، نادت بحوار الحضارات والتنوع الثقافي. وبالنسبة للشرق الأوسط ونحن في الشرق الأوسط، تكلمت كثيراً عن معضلات الشرق الأوسط. سعادة السفيرة سميرة الظاهر، ألف مبروك. مساء الخير. احترفت فن الدبلوماسية الدولية بعدما تشربت عمق القانون الدولي والعلوم السياسية. سافرت إلى دول كثيرة حول العالم وفي القارات الخمس، فعايشت شعوبها واكتشفت ثقافاتها. أنا التي تبوأت مناصب عديدة خارج لبنان، أنا التي لعبت أدواراً متميزة في منظمة اليونسكو والمنظمة الدولية للفرانكوفونية، رئست وشاركت في العديد من المؤتمرات والندوات حول حوار الحضارات والتنوع الثقافي وقضايا الشرق الأوسط والمرأة في العالم العربي وغيرها. أنا أول سيدة لبنانية تعين سفيرة. أنا صاحبة السعادة. أنا سميرة الظاهر. مساء الخير. يسعدني أن تتاح لي فرصة ثانية للمشاركة في مهرجان بياف لتكريم رائدة من رائدات لبنان في السلك الدبلوماسي وأولى سفيرات وطن الأرز إلى العالم، سعادة السفيرة سميرة حنا الظاهر. الدبلوماسية اللامعة المتواضعة في كبرها، القديرة في عملها، عملت في أكبر المنظمات الدولية وحنينها أبداً إلى لبنان. لبنان حلمها في الليل وعملها في النهار، وهمها ما بين الليل والنهار شغف وخوف على كل حبة من ترابه، من الناقورة إلى النهر الكبير. في مواقفها الدبلوماسية، لبنان دولة حق وحق دولة في الحياة بسلام وأمان وأمان. حدوده خط أحمر وحرص على كل قطرة من مائه. عرفت لبنان في المحافل الدولية بوجهه الصحيح، لبنان الحرف والحضارة، لبنان العلم والتاريخ العميق في الزمن. قدمت خلال عملها مساهمات نوعية في خدمة وطنها، ما أعطاها مكانة خاصة بين معارفها وزملائها في وزارة الخارجية الذين أجمعوا على تقديرها ومحبتها. السفيرة سميرة الظاهر مكافحة عنيدة، لا تهادن ولا تمالئ على حساب وطن الأرز، أبية النفس، فخورة بأصلها اللبناني، مؤمنة حتى اليقين بدين المحبة والسلام. سعادة السفيرة، لو أطيت كل بلاغة
لما كنت إلا عاجزا عن تقديرك. مبروك تكريمك. مساء الخير. بعد هالتقديم ما بعرف شو أقول. ما عندي وحبات مهمة، ولا بطلع على الجبال ولا بسبح ولا بنزل على البحر ولا شيء. ما بعرف أعمل شيء إلا أحكي، فرح أحكي. من اتوال دو ماتان ما ستيلا ماتينا ما توجور بورتي فير لو سيرفيس دو ليبان اي دي ليباني. Le problème était de savoir comment le faire au mieux de mes capacités, hérité du fonds des âges par ma famille, aidé, comblé par mon éducation auprès d'instituts venus d'au-delà des mers pour nous apprendre le service des autres, et par une formation, des conseils et des collègues et des patrons devenus plus tard des amis. Mais ceci, c'est juste faire ce que je sais faire et le faire au mieux. Est-ce que cela mérite un tel honneur? Est-ce que cela mérite? Je ne pense pas. Je pense que c'est dans le fait même de faire ce qu'on doit faire et de le bien faire que se trouve la meilleure récompense. Ceci étant dit, je me sens vraiment humble devant cet honneur énorme que vous me faites, que le docteur président de la BIAF, le cher docteur Daher, nous fait. Je me sens toute petite après les présentations faites par des amis, mais je cherche des ennemis pour qu'ils disent un peu la vérité sur moi. Je n'en sais rien, je ne sais pas. Ladies and gentlemen, I have still one question. Sir Henry Wotton, who was an ambassador and a poet and a friend of Milton, has tagged for centuries that a diplomat is a nice man, an honest man, sent abroad to lie for the good of his country. With the changes, drastic changes of the world policy and politics today, with the entrance of women in numbers in the field of diplomacy, what would be today the answer? I ask my students in political science and in international relations to no avail. They had no answer. So, ladies and gentlemen, allow me to leave to your sagacity the care of finding for the next generation and next future the answer to what is nowadays a diplomat. Thank you. شكراً.